شو اسمه بحب القراءة كتير، وكنت دايما هقرأ كتير كتب. لما توفت أمي بعيد ميلادي كان وقتها نهار الفصح، عيد الفصح، فبلشت أبحث، قلت إنه في هنا سبب معين اللي خلاني إنه أمي تتوفى بهذا اليوم. فصرت أدور إنه بالأول لقيت إنه عيد الفصح إنه هذا برمز لنا إنه بالأيام الحياة الجديدة. الموت عندنا كمان بهذا النهار لأمي إنه ريحها من المرض، ريحها من الوجع، ريحها من كتير أشياء هي عانت منها خلال 4 سنين، فأنا بهذا اليوم ارتاحت فيه. وكمان أصادف هذا اليوم هو ولادتي، فحسيته زي إلي أمل، زي إلي رسالة إنه أنت في إلي كون إشي معين لازم تعملي، وهذا الإشي إنه أكتب كتاب، لأنه بعرف كتير أشياء وبقرأ كتير كتب، ولقيت إنه بقدر أساعد الناس وأوصلهن. وزي ما ذاكر بالكتاب إنه بنهار الجمعة الحزينة كنت عند أمي، وكنت كمان قبلها بيومين إنه يقولوا لي أمك بتصحاش ومش قادر وهيك، بس أتواجد أنا عندها تكون صاحية تقعد تشرب معي قهوة وأطعميها، يعني أصير أقولهن شو أنتوا بتكذبوا علي. بالآخر سألتها ماما أنت بتخافي مني ليش؟ يعني بس أكون أنا أنت بتكوني قاعدة وبطاقتك منيحة وبتاكلي وكل شيء، أنا بدير ظهري أنت بأثر عليك هذا الإشي. فمن هون حسيت أنه أنا طاقتي بتقويها، وحسيتها أنه زي رسالة لإلي بتوصل لي أنه أنت بتقدر إيه توصلي لكل بيت وتساعدي كل واحد. شو أهم أسرار هذا الكتاب؟ الحب والحياة، إنه نحب الحياة، عشان هيك سميته أنت سر حب الحياة. وهدول السرين اللي راح أركز عليهن اليوم، السر الحب وسر الحياة اللي هو الأول والثامن. أنت هون عم تقولي أنت سر حب الحياة، أنت أو أنت، التنين برمز للتنين. هذا الإشي، هذا الكتاب إهداء لمين؟ إهداء لكل واحد موجوع حابب يزيح الألم من جسمه، حابب يتعلم كيف يسامح حاله، حابب يتعلم كيف يحب حاله، حابب يتعلم كيف يطور حاله. هذا الكتاب إهداء لإله. قديش أخذ معك وقت كتابة هذا الكتاب؟ سنتين وأربعة أشهر. أمي بشهر 4 28/4 بتطبق 3 سنين، وأنا اشتغلت عليه من بعد وفاتها ومرضت والانكسار اللي صابني بهاي الفترة. بعدها دغري بلشت فيه، وكنت أشتغل عليه 8 ساعات باليوم ومرات 9 ساعات، وكنت مبسوطة بفترة كورونا إنه إحنا بالبيوت استغليته. أنا كنت أشتغل بالمشبير، استغليت هاي الفترة وكنت أعمله دوام عمل بين 8 إلى 10 ساعات يومي. كيف علاقتك مع أولادك اللي هني كمان ذاكرتيهن أنت في كتابك؟ أولادي جواهر روحي، أنا بحس إن أولادي أساتذتي اللي هن بعلموني الحياة كل يوم. علاقتي فيهن أكتر من أم وأولاد، علاقتي أنا صديقتهن وحبيبتهن وأمهن وأختهن وكل إشي لإلهن. مين أكتر شخص قدم لك الدعم بعد هذا الكتاب، ومين أول شخص قرأ هذا الكتاب؟ هاي سؤال صعب. أول أشخاص أقول مزبوط بنات التنتين، يعني البنات بنفس الفترة، وكمان صحباتي أمال وحنان الموجودة هون، بس الوحيدين اللي كانوا يعرفوا عن هذا الكتاب هن عيلتي الصغيرة اللي هن بنات التنتين وابني وجوز كتير دعمني. بعد هذا الكتاب شو الخطة القادمة؟ في كتاب جديد محضر. عن إيش رح يدور؟ لحديت إسا يعني بحس إنه بما إنه أنا بعطي الطاقة وبفهم بالطاقة وبعرف قديش طاقتنا مهمة، خصوصاً كمان بأكلنا، فممكن يكون بين الأكل والطاقة، لأنه أنا بحب الأكل كتير. شو رسالتك للناس بعد إصدار هذا الكتاب؟ رسالتي لكل واحد يحب حاله، يتعرف على حاله من جوا، يدور على الأشياء الحلوة بكل إشي عاطل بشوفه بحياته، يفتش منيح بلاقي الإشي الحلو. أول إشي بحس حالي كتير فخورة إنه عندي هيك أم اللي بكتبه وعندي هاي المعرفة اللي تقدر تعطي للناس، فبحس حالي كتير بفخر يعني إنه هاي أمي وأنا بنتها. الكتاب بصراحة
من يعني مش عشان امي او اشي، بس من اعظم الكتب اللي قرأتها. وانا قرأت كتير كتب عربي انجليزي وعبراني، فانه اقرا هيك كتاب حتى لو انا بعرف انه ايش مضمون الكتاب انك تقريه، كتير الاشي هيك بعطيك التشجيع وهيك طاقة ايجابية كتير مش طبيعية يعني. فالكتاب بالنسبة لي زي هيك جدد لي كمان حياتي انا كبنتها يعني، بعطي كتير هيك طاقات إيجابية وحلوة يعني. السر اللي اكتشفتي جديد بهذا الكتاب؟ مش اكتشفته جديد، بس أكتر إشي هيك حبيته الحرية. فحسيت إنه هيك كل بني آدم لازم يكون عنده هاي الحرية، إنه كل بني آدم عنده القانون هو الحرية تاعته، فإنه عن جد يعمل بالحرية ويعمل بالحرية ويعمل يعطي حاله هاي الحرية اللي كتير ناس بتعطيش حالها حرية، أو في ناس بتمنعها من هاي الحرية. إنه هذا الكتاب بحكي لجيلكم، أنت بنت 19 سنة بتحسي بحكي لجيل؟ بحس كتير، لأنه خلال مرحلتنا يعني المراهقة بحس في كتير ناس بتفوت باكتئاب، بتحس في تغيير بجيلها بأشياء يعني كتير. في هذا الجيل هو يعني تغيير مراهقة، فبحس إنه هذا الكتاب عن جد بساعدك تعرفي مين أنت، تعرف ايش هي طموحاتك واملك، وبساعدك تغيري حالك للاحسن. كتاب دينا انت او انت سر حب الحياه، بعد ما قراته بتحسي انه كل انسان بحاجه انه يفوت لاعماقه ويدور على سر حبه للحياه، ينمي هاي الاسرار يعيشها، لانه هي منبع للسلام الداخلي، للسعاده، لانه الواحد زي ما بيقولوا على هذه الارض ما يستحق الحياه. فهاي الجمله هي كمان جزء من هاي الاسرار، هي بتدعم هاي الجمله وبتدعم سعادتنا في الحياه. سر الحب اللي بيرتبط بكل إشي إحنا بنسويه، حبنا لذاتنا، حبنا لأهلنا، لبيتنا، للأشخاص، لكل إشي موجود على هذا الكون. هذا الإشي بعطينا سعادة وبنميلنا كل إشي إحنا حابين نوصل له. أقول بين يدي السر المكنون كتاب يغوص في قارئه فيخلص إلى أعماقه المكنونة، ويعيده إلى ذاته كاشفا ما هيأه الله له من أسباب السعادة الأصيلة. فهو كتاب يغلبك على ذاتك الخائفة منك، ويرفعك إلى مصاف المطمئنين الغالين. في الكتاب نفحات نور تلقي قبسها أمامك، فتعرضك لمرآة الذاكرة كاشفة أمامك ما كنت عليه، فقلبك وعقلك حكمان يحكمانك أمام هيئة هذا الكتاب، والحكم بيدك أنت التي ينبغي أن تكون مع تمام قراءته. لذلك أوجه نصيحتي للسادة أن طبعاً أن يحصلوا على الكتاب ويقرؤوه لما فيه من منفعة وفائدة أرجوها للجميع. أقول اقرؤوا كتبكم وانعموا بالحياة، فالسعادة منكم قريبة، تسامحوا وكونوا أنتم، وأحبوا بعضكم فالنفس دون ذلك غريبة، اصنعوا معجزة فيكم وغيروا غيركم من خلالكم، وكونوا كما أرادكم الله، أرواحا تحب وأجسادا تصنع النافعة وعقولا حكيمة نجيبة. هذا هو سرنا المكنون، وقد طوقته الكاتبة دينا بإكليل الحروف والعبارات القشيبة. باختصار يعني بعد أن قمت بقراءة مسودة الكتاب للمرة الأولى، وكان لي حديث يعني ثنائي مع الكاتبة، قررت أن أراجع الكتاب لأنني وجدته أهلا لأن ينشر. فمادته مادة روحانية بالدرجة الأولى، وأيضا مادة واقعية بالدرجة الثانية. استطاعت الكاتبة بأسلوبها الخاص الفريد الذي لا أجده في غيرها، وقد قرأت للكثيرين والكثيرات، أن تمزج بين الجانب الجواني والجانب الواقعي الذي يعيشه، الذي عاشته هي وينسحب علينا نحن جميعا. فمن يقرأ الكتاب سيجد نفسه بين دفتيه في بعض المواقف وبعض الأزقة الموجودة في حروفه ونصوصه.